ولي ولي العهد السعودي يقول إن الحرب في اليمن تقترب من نهايتها ويكشف عن تواصل جيد مع الحوثيين. الرئيس اليمني يوضح أن التعديلات الوزارية الأخيرة اقتضتها ظروف المرحلة ومصلحة الوطن. مقتل 25 شخصاً في 4 هجمات انتحارية في العراق أعنفها في البصرة. بدء عملية عسكرية شمال الكرمة وجنوب الفلوجة وإحباط هجوم لداعش 15 سيارة مفخخة. مواقع إيرانية تنشر أسماء 11 قتيلاً من ضباط وعناصر الحرس الثوري بريف حلب الجنوبي. الحكم على 3 متهمين في الإمارات بالسجن 6 أشهر بعد ثبوت إدانتهم بتشكيل مجموعة لميليشيا حزب الله. وصول الدفعة الأولى من اللاجئين إلى تركيا قادمة من اليونان بمقتضى الاتفاق التركي الأوروبي. وزارة الدفاع الأمريكية ترحل 2 من معتقلي غوانتانامو إلى السنغال.